بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى على أحد هذا الموضوع في خلال مدة قصيرة وفجأة كل من يسأل، كل من يقول شو القصة، شو الموضوع، ليش طلبتنا أو البعض القليل طلبتنا زعلانين ويصرحون تصريحات ومنشورات ومظاهرات عن قضية أنا وآخرين لم نفهمها، لكن نفهم شيء واحد، إنه هل هي عن توحيد الامتحان في المقررات؟ هل هي لها جوانب أخرى؟ هل هناك مسببات لها وضرورة تنفيذها؟ وما هو المفروض وكيف ومتى؟ وقصص أسئلة تطرح ولكن نحن لا نعرف. ومن المفروض قبل أن نسأل المسؤولين ونسأل عن نواياهم في هذا الموضوع نسأل المعنيين، نسأل الطلبة والطالبات، وهذا عندنا الآن مجموعة من الطلبة والطالبات وكذلك بعض المربيين معانا هنا لنسمع وجهة النظر، ثم نقابل المسؤولين ونبدأ في الطلبة. أنت متحمس مع أو ضد؟ طبعا هذا هو الرأي، مع أو ضد، مع العلم أنه ما في شيء اسمه مع أو ضد إلا بعد أن نستمع ونستمع جيدا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طالب محمد العيسى من ثانوية يوسف العيسى مغرات. وصراحة يعني القرار ظالم، ليش إنه لما حتى قرار الهدف منه منع الرشاوي، والرشوة تكون بين طرفين المدرس والطالب، وكل القرارات كانت ضد الطالب ما كانت ضد الطالب والمدرس. يعني يلا ضدنا احنا ضد المدرس، يلا كلنا. شلون عرفت انه ضدك؟ ليش إنه الحين احنا يعني طلب القرارات راح تنزل، راح طالع انه راح تنزل المعدلات كلها، كل المعدلات عشان متعودين على اسلوب مدرس يعطينا الامتحان، يعني حتى لو كويس يعني بس نعرف يعني في اشياء يركز عليها المدرس، يعني حتى بنظام عام او مقررات، بس لما يجيك امتحان برا يعني ما راح يعني حتى كلمات له معنيين او شيء ما راح تعرف، ولازم يعني اذا كانوا يبون يسوون يعني شيء يمنع ان الرشاوي شيء لازم يكونون يعني ضد طرفين، ضد الطالب، يعني كل القرارات ضد الطالب، يعني ما كثير ضد المدرس. احنا بصراحة يعني كل ثانويتنا بلا استثناء كلنا مع القرار، لان احنا من سنين كنا اكثر ناس مطلوبين في الكويت، ندرس غير الدراسة اللي يدرسونها اي بنات في المدارس او حتى الصبيان، وانتكابة بدرجات اقل من اللي ياخذونها، بنتين بس 4 نقاط تراكمي وكلهم تجاري، ولا تشعيب علمي عندنا 4 نقاط، فالقرار لصالحنا واحنا حابينه وكلنا معه. اول شيء يقول ان القرار هو اكيد مصلحة الطالب. نعم. وما جاء هذا القرار يعني من فراغ، لكن هناك كان لجان يعني دراسات مستفيضة قبل لا تصير القرار. هذا القرار كان هو توحيد الامتحانات، واحنا مدرستنا كانت طرفة من زمان، هو المدرسين كل مدرس مقرر يضع امتحان ويوديه حق المدرس الاول، المدرس الاول يتبادل مع يعني ممكن شعب مقرر حق شعبة ثانية، يعني الامتحان لا يكون الواضع رئيس المدرس المقرر او ممكن مع الحضيري يصير المدرس المقرر. الكل فاهمة على اساس ان الوزارة تضع الامتحان تقدمه حق المدرسة، المدرسة تمتحن في هذا الامتحان. نعم. من الوزارة. لكن هذا خاطئ، يعني ابسط دليل انه هو اللغة العربية، احنا ناخذ دروس المدرسة العدلية مثلا ما تاخذها في مدارس ثانية، ما تاخذ يعني ماكو تطابق في المنهج، ويعني هذا انت اذا تعتقد بانه توحيد، انا اعتقد ان هذا هو توحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. شروق بذل مجلس طالبات العصماء بنت الحارث. اولا احنا كلنا يعني كنا بنات، يعني مو انه كنا بنات العصماء او شيء، احنا مع توحيد امتحان، ويعني ما ادري ليش يعني المظاهرات اللي سووها، يعني كل ردات الفعل اللي سووها ليش، يعني ما لها اي سبب، يعني الوزارة لو إنه يعني ما في لها مصلحة، يعني لو ما إنه زين كان ما سووا لنا هالقرار.
يعني أغلبيتهم قاعد يقولون إنه يعني ليش بيتطبق علينا، ليش ما يتطبق على بس 97، إنه ليش هم اللي جايين، ليش إنه مثلا هم أوردي خلاص تعودوا على نظام الحين بنظام 97. هذا غلط، لازم يعرفون. وبعدين إحنا يعني يعني هذا اللي صاير، إنه يعني الوزارة ما حطت هالقرار إلا بعد ما قامت تشوف يعني من اللي قاعد يصير مدارس صبيان، أغلبية مدارس صبيان مع احترامي لكم يعني والمدرسين هم اللي قاعد يصير بيع امتحانات. أنت تقعد تدرس وتكرف عشان تحصل 4 نقاط وغيرك قاعد ياخذها بعد مبردة ويدش الجامعة نفس الليفل اثنيناتهم بالجامعة. بالجامعة شلون شنو بيستوعب؟ ما يصير بعد. عادي أنا معاها على موضوع أن الإضراب موضوع غلط. نعم موضوع مو حضاري، بس أن تصير القرار بطريقة غير مدروسة، ينزل القرار بنص الكورس مو من بداية الكورس، لازم يطبق الكراس من بداية الكورس عشان الطالب يعرف يتهيأ حق الطالب. والدفعة 97 عن طريقة المعدل في غير عن امتحانات موحدة، في المعدل 97% ما ياخذ ألف، هذا هم موضوع خطأ. طيب كمل. عبد الله عيسى ثانوية أحلم شان العدواني. أي نعم. أنا وشي أحب أقول إنه هو القرار مو توحيد امتحانات، القرار امتحان من داخل المدرسة، يعني أغلب الشباب والأخوات بنات مو فاهم القرار. القرار امتحان، كل مدرس يحط امتحان ويعطي حق المدرس الأول. المدرس الأول يشوف الامتحانات، يبدل امتحانات، ممكن يأخذ سؤال من الامتحان وسؤال من الامتحان، يكون فيه امتحان يعطي حق الطالب. المشكلة شنو؟ إن لما نزل قرار ما نزل ويا شرح، نزل قرار والصحافة قامت تكتب، واللي قاعد يتكلم يعني اللي قاعد يقول امتحان موحد على جميع ثانويات الكويت وكل ما قاعد. وثاني شيء لما نزل القرار نزل بنص الكورس، يعني طلب انت يا تنزل من اول كورس وتشرح وتعقد مع مجالس إدارة المدرسة وهذا، بس هم ما سووا كذي. قال لنا القرار يعني كل واحد يعني ما يعني حتى فسر كل واحد فسر على كيف بالضبط. يا حتى المدرسين يعني انا كنت اروح استفسر يا استاذ شنو، كل واحد يفسر على كيفه. الاداره يعني من كل ثانويات ما حد يعني وضح. زين في نقطه مهمه، هذه نقطتك اللي انت قلتها مهمه جدا، هي قضيه ان نفهم القصه بالضبط. إيه؟ كما معناته التوقيت المفاجئ. نعم. انت محتاج عليه. تفضلي. إيه؟ علي عبد الرحمن الغنيم من ثانويه عصمة بنت الحارث. الصراحه انا يعني كل قرار يطلع في له يعني صوب راح ينجح وصوب راح ينضر، يعني لازم كذي. فمثلا انا اول ما طلع القرار لازم عارض بدون لا افكر شنو هو، هذا سيد عارض. بعدين كان اقول بعدين لما شفت الوضع صراحه شفت انه صالحي، مع اني انا ما ابي اكون انانيه واعتبر انه خلاص لانه صالحي خلاص انا راح اوافق عليه، بس لانه صراحه صدق احنا يعني خاصه يعني العاصمه مو يعني معروفه، يعني سواء مهما رحت راح اقول ايه هالمدرسه النرد يعني ايه صراحه. فكل ما يعني بالعكس الحين لما شفنا الامتحانات مهما راح يجي لنا امتحانات احنا يعني على اعتقاد على قول مدرسات انه راح امتحان راح يكون سهل، فما يخالف اوكي باي امتحان راح يجي انا راح اقدر اجاوبه، لانه مهما راح يصير ما راح يكون مثل مستوى الامتحان اللي عندي اوريدي. يعني يعني الحمد لله يعني ان شاء الله يكون اقل بعد ما ندري عاد لنا مدرس مثل يعني قاعد يقول لي يثبت جدارته بالورقه، يعني هاي صراحه شيء ثاني. بس يعني الصراحه انه انا ادري يمكن الناس يسمعون هالكلام هذا يمكن يا يوافقون يا ما يوافقون على حسب، لكن احنا صراحة احنا نبي نقول احنا نبي نشوف من المضررين ونشوف شنو وجهة نظرهم ونشوف من المستفيدين وهم نشوف وجهة نظرهم ومن هنا نبدا نقارن نشوف. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حبيب مناور ثانوية جاب الضار. انا احب اقول ان انا مع القرار اذا كان يطبق بالفاينل بس، اما بالاسابيع انا ضده، لان اذا كان بالاسابيع احنا قاعد نقول كل المدرسين مو كلهم تقريبا اغلبيتهم ما يغطون كل المقرر، فمعناته انا لازم اعتمد على نفسي. فانت قاعد تقول اعتمد على نفسك بعد 12 سنه من الاعتماد على المدرس، هذا الشيء صعب، خصوصا اذا كنت بعتمد على نفسي فعندي باكر امتحان جيولوجيا اللي وراه رياضيات اللي وراه كيمياء. اما اذا كان بالفاينل فانا ما لان عندي فتره يعني اقدر ادرس بكل امتحان 4-5 ايام ممكن اعتمد على نفسي ويبقى الدرجه المطلوبه. يعني تبي هم انت اثرت نقطه مهمه ترى والو، وهي هل ان يعودونك
قبل مرحلة مفاجئة مثل هذه أن تتعود من يمكن من مراحل سابقة. مو كذي قصدك هذا؟ أنت تتعود إيه أنك تتعود على الاعتماد على الناس وعلى أن يعني تدرس لتتقبل من أي جهة كانت الامتحان. مو كذي؟ كذي لأن أنا إذا كنت متعود ما راح يهمني شيء. إيه؟ لأن أكون أنا من صغري متعود أن أعتمد على نفسي. مو مهم المدرس ما يغطي ما يغطي، ممكن أعتمد على نفسي وأجاوب أي امتحان يكون يعني يجي. نعم تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبة نور الذربان من ثانوية يرموك. في البداية أنا كنت من المعارضات لهذا النظام، لكن بعدين صرت من المؤيدات لأن حسيت أنه فيه ما يهضم حق الطالب وبين مستواه الحقيقي بدون أي تدخلات خارجية سواء كانت علاقات أسرية أو غيرها. بس أن وقت صدور هذا القرار كان خاطئ، لأن أربك الطلبة في هذه يعني خاصة عقب امتحان الأسبوع السادس، فبحسب دفعة 97 يعني طاقة الأحياء عندهم طاقة، فراح أقامنا راح يستمر سنة، وإذا ظلوا بهذا القرار اللي ما يبونه ما كانوا عارفين أن هذا هو النظام. نعم. هذا تطورت من هذا القرار هو كذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة طبعا لرأيها ما هو القرار، ما وضع قرار وزارة التربية ما وضع إلا بعد دراسة وبعد يعني يمكن في جوانب سلبية بالنسبة لهم في المقارات أو بالنسبة للامتحانات أو تصرفات القرار والمدرسين، ولكن توقيت القرار كان موسمي بعد بكل التعب غد صعب، وبالتالي العنف اللي طلع والرقم اللي طلع كان توقيت القرار بالنسبة للطلبة، ما كان في تمهيد كافي ولا كان في توعية مثل ما كان الطالب أو النظام المفروض كان يعطي الفكرة للطلبة، وبالتالي كان الأمور اللي كانت سليمة مثل ما هي الحين الطلبة توقيت غير مناسب بالنسبة للطلبة، وبالتالي لكن أنا من وجهة نظري هو بالنسبة للتقدير اللي هو التقدير وضعت الوزارة اللي هو 96 إلى 100 هو اللي ياخذ 1000 اللي هو الامتياز، وهذه طبعا الدرجات احنا ما نحطها في تقدير المدرسين، نقدم إلى 100 هي امتياز يعني من 90، فهذا التقدير لا تظن ليس التغيير هذا من تمديد.
موجود إعلان نحن البحوث، فطبعا أنا أتمنى أن شخص عند الطالب يبدأ إلى التفكير التعلم ليس هو دراسة الامتحان، التعلم هو دراسة وفهم إلى المادة. وطبعا بما أنه أساس نظام المقررات هو البحث العلمي، المفروض أنا أعتبره مادة إلزامية في أول فصل دراسي لكل طالب، يجب أنه يدخل مقرر أو ناخذ مقرر البحث العلمي، لأن هذا راح يفيد حتى في الجامعة. Thank you.
المزارع والإدارة المدرسة. هذا مثال طبيعي ندرس لنا مسؤولي المزارع المدرسة. طبعا الموضوع فلما نتكلم هذا الكلام صحيح، هذا المهم أحسن في هذا هذه الجلسة الكبيرة. أردنا فقط أن نسمع وجهة النظر. ظهرنا بالنتيجة النهائية أن هناك فرق لم ترجع وزارة التربية بوصول المعلومة الصحيحة ولذلك حصل ما حصل. سنستمر في نعم فعلى كل من نسمع رأي المسلمين رأي الشعب الذي ساهم ورأس اللجنة لوضع فيها الأمة. معي الدكتور حسن العلامي وهو نائب مدير الجامعة للشؤون التعليمية من الجامعة، ومعنا الأستاذ عبد الله الرجالي وهو مدير منطقة الفروانية التعليمية ورئيس اللجنة اللي مجتمعين على الأستاذ بوضوح، وهو توحيد المناهج تقويم وخصص كثيرة سبب لأول قبل أن نتحدث عن هذا المشكلة أو هذا الموضوع أن نسأل السؤال المهم: ما هي ملاحظاتكم حول مخرجات التعليم العام بصفة عامة من الواقع اللي تعايشة في الجامعة؟ شكرا أبو طارق. في الواقع أعتقد أن السؤال مهم وجدا وجيه. مع التطور في المعلومات والثورة العلمية الآن العالم كله أصبح قوي، فالجامعة لابد من مواكبة الجامعات على المستوى العالمي من أجل التنافس من أجل الرقي بمخرجات التعليم الجاهز. أيه. أكيد السابق كنا نلاحظ أن الفجوة كانت تزداد بين الجامعة وبين مخرجات التعليم العام. وبالنهاية الطلبة هم اللي كانوا يعانون من العملية هذه. في السنوات الأخيرة يعني بدأوا ننسق مع وزارة التربية وبدأوا الإخوان يجاوبون معنا وبدأوا يعني يوصلهم المعلومات هذه. حين المعلومات وأكبر معلومات إن عدم قدرة العديد والكثير من طلبة الثانوية من وزارة التعليم الجامعي كمستوى تعليمي كتحصيل تعليمي كمكتبة إن يدخل الجامعة شاب في مقتبل العمر وبعد عدة سنوات يتعقد دراسيا ويترك الجامعة أحيانا من شيء هذا يحصل. يجب أن يدخل الجامعة يكون متمكن ويكون قادر على الاستمرار في تعليمه، وعندما يتخرج من الجامعة في مثل هذا المطلب يتحدث اليوم إذن على مستوى التدريس في المدارس بشكل عام الثانوية هو من الصعب تحديد هذه الأمور، وهو الآن يعني ما نقدر نتكلم عن مؤسسات التربية كوزارة، وهو الآن المدارس تعددت بالكويت. في عندنا مدارس حكومية، في عندنا مدارس أهلية، في عندنا خطوة مختلفة. خلينا نركز دكتور على الموضوع عشان يكون نفسه في القضايا اللي بنروح بعدين نجمع على عبد الله. نعم. عندنا نظامين فصلين: المقررات والتعليم العام. مو شيء يسمونه المقررات والنظام العام. هل نتاج هذول مقررات؟ طبعا بصفة عامة نتكلم. اي. لا. من 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 صوت الخطة الثانية في دراسات بالجامعة أن هناك فجوة كبيرة بين المخرجات نظام المقررات ونظام الفصلين، والدراسات استمرت لا مقابل وكل الدراسات تؤكد بأن هناك فجوة كبيرة. شنو يقرر وزارة من خلفها؟ بكل تأكيد لصالح نظام الفصلين. مخرجات نظام الفصلين أداؤهم أفضل من بصفة عامة من نظام المقررات، بصفة عامة أنا أتكلم، يعني بكل تأكيد
في العملية التربوية ليست جيدة وإنما يعني متطورة ومتجددة، وهذا ما تسعى له وزارة التربية في قضية تجديد وتطوير العملية التربوية. فمختلف المراحل وكل أدنى المتابعة حاليا في وزارة التربية ما مهم جدا أن مخرجاتنا يعني تذهب بعضية تروح إلى الجامعة، ولا بد من الصلة والتواصل بين الجامعات الكويت لمعرفة مستوى طلابنا وأدائهم داخل جامعة الكويت. طبعا في شك أن هناك نقطة مهمة في قضية تكوين النظام التعليمي. النظام التعليمي إذا كان مخرجات جيدة فمعنى النظام تكون جيد، وإذا كانت مخرجات محتاجة إلى يعني دعم معين هذا ما يجب إعادة النظر في قضية عملية التقويم داخل المسجد. دكتور حسن، التقويم كان جيدا. نعم، أحب أن أقول عندما أسس وزارة المقاطعات سنة 87 طبعا المخرجات كانت 82 كانت صلة مباشرة بيننا وبين الجامعة لنعرف أداء طلبة نظام المقررات. كانت ملاحظات في جامعة الكويت، أخذنا طبعا ملاحظات ومقاومة في كثير من الأمور، سواء كانت المناهج سواء قضية التقويم، وبعدها قضية التقويم سنة 86 طبعا أول سؤال لمدارس نظام المقررات في توحيد امتحانات في نهاية القسم الدراسي الواحد داخل المدرسة الواحد. هذا أول خطوة يمكن أخذناها لما عرفنا أن القياس لمخرجات طلبة نظام المقررات ما هو المستوى المطلوب. الخطوة الثانية اللي كررتها هي كذلك في نفس الوقت لقضية تحسين تقويم مخرجات النظام سنة 88. بدأنا نضع ضوابط محددة فيما يتعلق بمسألة التقويم، وقوابط كثير من مناهجنا بناء على طلبات من الأقسام العلمية في جامعة الكويت وطلاب في جامعة سواء كان في علوم الرياضيات أو أي مكان من هذه المواد. فبالتالي نظام المقررات يحظى باهتمام كامل مثل أي نظام آخر في دولة الكويت. إذا كان يحظى بنظام مع الأدوات الآسنة والجامعة بصراحة تقول بأن أو قصور في نظام المقررات يؤدي وبالفعل بالنسبة لصالح الدكتور يؤدي إلى نتائج بشكل عام سلبية. إذا كانوا جميع التربويين في كل لقاءاتهم يقولون النظام لا عيب فيه بل نظام يتبنى جميع التعليم، ولكن القصور من تهيئة وإعداد المدارس وتدريب على هذا النظام وعلى ممارسة هذا النظام وعلى فاعلية وإيجابية الطالب وهذا الذي يتحقق. ما هو؟ نحن قلت أن النظام جيد وأن محتاج إلى قواعد معينة ومدربة. أنا أعتقد في بداية هذا النظام كان في قواعد مدربة، وأعتقد أن حتى وزارة التربية عندما اتخذت القرار في تبني هذا النظام وما زال لحد الآن لم يكمل، وإنما تفقدنا في مدارس نظام مقررات بسبب رئيسي وزارة التربية تتقبل ضمان نجاح هذا النظام بالصورة المطلوبة. تقتنعت مخرجات على مستوى جيد بحيث أن الطالب يقبل الجامعة بدون أي تأثر موجود. بطورة تقريبا كل ممارسة بعد الأمر طبعا تغيرت كثير القواعد في وزارة التربية، ومن طبعا الأمور الاقتصادية اللي خطبت يمكن حتى راتب المدرسين، وهذا كله كان يعني انعكاس يعني ما أقول أنا استبعاد ولكن انعكاس سلبي على أداء النظام الغربي على التعليم بالذات. أيضا وأنا من الناس شخصيا أني أخذت نظام مغارات على التعليم العام مراية التعليم العام ما في وزارة العلم وزارة التربية، ويمكن أكثر لجنة شكلت العام ما في سنة 96 للنظر في قضايا التقويم في التعليم العام ونظام مغارات واختارهم عن التعليم العام بمعنى 25% و95%. هل كذلك ما
الجامعة أو العسكري في الجامعة، ما هي أفضل القصور في هذا النظام، نظام المقررات؟ أنا أعتقد الظاهرة الموجودة أن الطالب على سبيل المثال يدخل الجامعة بدرجات وبتضخم بدرجات. تضخم؟ نعم، في تضخم بدرجات. إيه. الطالب يدخل الجامعة عند أربع نقاط. أتوقع لنا أداء متقلق. بالأكيد. أنا أتكلم عن الأمور. ولكن إني أرى غير ذلك. الأمور يمثل كم نسبة؟ الأرقام عندي بينما إذا نظرت إلى واحد تخرج من نظام الفصل 80% كما فوق أرى أداء جيد، بينما على الطرف الآخر أرى الطالب عند 20% أو 4% أداء متواضع. فالرسالة واضحة في مجال الصوت في خلل في تضخم بالدرجات في خلل. اشتقصد شبك تبقى كل شيء. لا والله مقبول بالضبط شخصد. أنا أعلم أن وزارة التربية استقبلت هذه الإشارات اللي تفضل فيها الدكتور حسن. أنا أعتقد بالجان شكرك لتقيام نظام المقررة وشكرك لجان متعدد بتقييم جانب هذا النظام. بدأت وزارة التربية في ضحية تطبيق وتقرير في هذا النظام لأن تضمن وتقبل بالثقة هذا النظام أن تظل باقيا. سنة 1997 سنة 2000 سوف يتبادل كثير من الأمور في نظام المقررات منها الكتب الدراسية وكذلك التشهدات الموجودة بها. وتتفق على طريقة ما تفضل فيه الدكتورة أتفق معها في قضية أن الوعاءات والطالب ليس لا يأتي قياس الحقائق من مستوى هذا الطالب. أنا أتفق معها. لكن ما نبقى من ذلك الزرع الآن أشترى العالم تحدي حاجة مكانة كيف يكون يروح الجامعة ويقدر يمشي. ها؟ لكن بدي قادر يعني اسمح لي بطارق أنا أعتقد العملية بسيطة. إذا كنت عندك مجموعة من فرق الطالب تقارن الطلبة هؤلاء بعضهم البعض وتعطي أكبر واحد فيهم امتياز. زين. غير أن إذا كنت تقارن الطالب على مستوى الدولة ككل. عندك نظام التعليم والتسجيل كم طالب عندكم نهاية السنة؟ 13,000 تقارن طالب 13,000 طالب. خلاص درست في الواقع تعكس أداء مقارنة بعدد كبير بعدد كبير من الطلبة بينما في نظام المقررات تقارن بعدد أقل. دكتور احنا ليس بصدد الآن التقييم دقيق والدخول في هذا الباب لان في النهايه هناك من يقيم كذلك طلبه جامعه الكويت ولا نستبعد ان الحكم يكون مماثل لشهاده ثانويه الكويت بشكل عام ولكن من هذه الفتره اللي تحدثنا فيها شو القصه؟ شو الموضوع؟ الآن نسدوه في الكويت حول موضوع توحيد الامتحانات والفصل الموجود ومدقة الأهداف الأخرى الأكثر أهمية في هذا الأسبوع. أرجوك فهم لي هالموضوع فهما يفهمها. بالنسبة يعني نظام المقررات لما تبنت وزارة التربية هو كان من النقاط الأساسية اللي هو هاجس الامتحانات انطلاق من طالباتنا وحالات الطوارئ اللي قاعدة تصير في الثانوية العامة. أنا بدأت من هذا النظام بحيث أن أنا أقضي على هذا الهاجس الموجود بس بطلت أدواتنا أدوات التطور. يعني أحاول أن أقرأ على المرأة في نفس الوقت أن مخاضراتي تساوي الثانوية العامة. فأنا أصل في الأيام هذه وأنا مؤسف كمسؤول في وزارة التربية أني أنا أشوف في تجمعات في ساحة العلم و وأنا عندي مراتب العكس أن هذا النظام يؤكد ويعلم الديمقراطية عند الطالب. لكن الديمقراطية يجب أن لها طبعا خطوات ولها قرارات معينة. أنا أعتقد جوار الطلاب اللي راحوا إلى إداراتهم ومجالس الطلابية اللي أنشئت المدارس يمكن تتعرض لهذا الوقت، لكن متلاشى لما حدث. أنا طبعا قبل المدرسة لو حطيت فيها كم معدل 500 طالب يطلع عندي 20,000. إن أنا كان موجود 7,800 وهذا غير مثل غالبية طلاب نظام المقررات. نعم.
مش بالقرار يخدم وزارة التربية. القرار يخدم وزارة التربية ما هو إلا تهيئة، وهي تحدث بثلاث فئات: الطلبية والإدارية والتوجيه. القرار واضح يعني لكم من يعمل في نظام مقررات أن لابد هناك توحيد في الوقت الحاضر اللي هو 2011. لا توجد المبادرات اللي تتحدثون عنها أن كلام مصر للطلاب أنكم تطبق عليكم هذا النظام ما تقصد من الجامعة. طبعا كلام مصر للطلاب مبالغ كثير وما أدت مصر. القرار يتحدث عن خطوات إجرائية لاستراتيجية عمل في مدارس دار المقررات مستقبلا بعد تهيئة الجو المناسب لتطبيق امتحانات المؤقتة والتباقي بين المدارس. لا يمكن ولا في أي حال من الأحوال أنك تجيب مراهق من سرطة أو تجيب أنت امتحان برا وضع من هذا المنهج دون أن توحد ما قطع عن المنهج في هذه المدارس. فبالتالي
الجميع بأن هذا القرار يفقد يجب أن يكون هناك رسالية، ولو رجعت هذا القرار فإنه لا يمسك في الوقت الحاضر، ولا يعني عدم أن تكون هناك الوقت أن وزارة التربية حريصة كلها مع قضية رفع مستوى التعليم ورفع مستوى مخرجات التعليم إلى بعض العاجز والخوف عند بعض الطلبة والقريب منهم أو كبير ذلك بدل من سوء بوابة الجامعة من هذه الإجراءات شقا له. أنا أعتقد الكلام بكل تأكيد مبالغ فيه، بس أحب أرسل رسالة أساسية لجميع الطلبة بأن جامعة الكويت تحققت المدارس عندنا والأنظمة في عدد المخرجات من نظام الفصلين، من نظام المقررات، من نظام المدارس الإنجليزية، الأمريكية، سواء الجامعة أو أي جهة أخرى في الدولة، سوف تسعى للحصول على الأفضل والمتمكن. أنا أعتقد بوفاق طلبة نظام المقررات يسافرون وزارة التربية والجهات المعنية برفع مستوى تحصيلهم العلمي